إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مستمعي الكرام، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام لنقل صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل إسماعيل دويدار. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صدق الله العظيم. سبحان من جعل بيته الحرام مثابة للناس وأمنا، يترددون إليه ويرجعون عنه ولا يرون أنهم قد قضوا منه وطرا. ذلك لأن الله عز وجل أضافه لنفسه فقال وطهر بيتي، فلما أضافه الله عز وجل لنفسه اكتسب البيت جلالا وعظمة ومهابة وتشريفا، فتعلقت قلوب المحبين ببيت محبوبهم، فكلما ذكر لهم هذا البيت الحرام حنوا، وكلما تذكروا بعدهم عنه أنوا، وكلما حال بينهم وبينه حائل أو مانع حزنوا. فنسألك يا ربنا أن ترفع عنا الوباء والبلاء، وأن تعيدنا لحج بيتك الحرام وزيارة حبيبك محمد خير الأنام. اللهم لا تحرمنا لذة الوصال بك، ولا خشوع الخائفين منك، ولا رجاء الطامعين في رحمتك، وتسليم الراضين بقضائك وقدرك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نحسن الظن بك، وأنت قلت أنا عند حسن ظن عبدي نرجو منك أن ترفع عنا هذا الوباء والبلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. يا من يقابل بالإحسان سيئتي ومن علي له الأفضال والنعم، يا من إذا قلت يا مولاي خالصة أجاب لبيك عندي الجود والكرم، يا من إذا قلت يا غفار مغفرة عز الجناب ولو زلت بي القدم، يا من إذا قلت في الظلماء يا صمد فرج كروبي فمنك العون والمدد، اغفر لعبدك وارحم ذله كرما، يا رب أنت الذي من شأنه الكرم. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. يقول صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. يا زائرا قبر الحبيب الهادي، أبلغ رسول الله شوق فؤادي، إني بحبك يا رسول الله متيم وزيارتي إياك كل مرادي. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع نسمات هذا الفجر الجديد وفي هذه الأيام التي تسري فيها الروح هائمة لبيت الله الحرام، نصافح آبانكم وقلوبكم بالسلام. من هنا
من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة، وننقل لكم على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب من أيام الله. وما علينا إلا أن نعطر الأجواء ونترع الأرجاء بكلام الله عز وجل مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، بدءا من الآية 75 إلى الآية 92 من سورة آل عمران، يتلو علينا قارئنا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أهل الكتاب من أولئك لا خلاق
أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي
وما كفروا بعد إيمانهم
القرآن حسبك أنه شرف به تتعاظم الحسنات ورسالة قدسية ونجابة ومهابة تعلو بها الدرجات. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وكانت من الآية 75 إلى الآية 92 من سورة آل عمران، وهي خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا ونحن في هذه الأوقات النيرات التي تحمل فيها رياح الأسحار أنين التائبين ودعاء المستغفرين وذكر الذاكرين لله رب العالمين، هيا بنا نرفع أكف الضراعة والابتهال لله سبحانه وتعالى حتى يأذن بميلاد فجر جديد مع مبتهلنا المبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا
فاستر عيوبنا واشفنا من جميع أمراضنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا واكتب لنا يا مولانا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك عليه الصلاة والسلام يا
تعطرت أرضها لما سكنت بها وصار مسكا تراها عند مسواك لك الشفاعة دون الرسل قاطبة فبالشفاعة رب العرش أولى شفاعتكم يا سيدي طمع فاشفع لنا نحن جزء من رعاياك يا سيدي يا رسول الله لي أمل سقيا من الحوض يا فكثر بالصلاة على سيدنا محمد إذا ما شئت في الدارين تسعد فكثر بالصلاة على سيدنا وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر ببركة الصلاة على سيدنا محمد وإن الأحوال يوما ففي ساعة الأسحار صل على سيدنا محمد وإن ضاقت بك الأحوال فبالأسحار أكثر من الصلاة على سيدنا محمد يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على وقم بالليل في جوف الليل قم بالليل وادعو الله وارغب لربك بالصلاة على سيدنا محمد وقل يا رب يا رب
يا رب يا رب زيارة لسيدنا النبي يا رب، وقل يا رب يا رب لا تقطع رجائي، يا رب لا تقطع رجائي، وصلني بالصلاة على سيدنا محمد وفي يوم الممات وفي ساعة الممات وفي يوم الممات ترى أمورا تسرك بالصلاة على سيدنا محمد. الصلاة والسلام عليك يا من بالمدينة المنورة أسكنك الله، يا إمام المرسلين، يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك، عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. لا
محمد رسول الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق نداء الفجر من هنا من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة، مبتهلنا المبتهل الشيخ رفيق علي المكلاوي قدم قبله فاصلا من الابتهالات والأدعية، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يعيدنا لبيته الحرام، وأن يوفقنا لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، أمرنا الإسلام أن نتعاون على البر والتقوى، وألا نتعاون على الإثم والعدوان. ومن القواعد الرئيسية في الإسلام أن المسلم هو من سلم المسلمون من لسانه ويده. يجب على كل مسلم أن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. أما إذا كانت تصرفات المرء في حياته العامة وتعامله مع من حوله يدور حول تحقيق مصالحه الشخصية ولا يخرج عن إشباع رغباته النفسية، وهو في كل شيء يضمر العداوة لمن حوله، بل ولمن يسدون إليه المعروف ولا يبالي في حديثه عنهم بما يلصقه بهم من بهتان وزور وكذب، ويهمزهم ويلمزهم، فتلك علامات على النفاق العملي وضعف الإيمان والفسق والفجور. والمؤمن العاقل الذي يخاف ربه ويخشى عاقبة ذنبه ويعلم أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، لا ينطق إلا بالصدق والطيب من القول، ولا يكتب حرفا إلا كان عليه فيه حسيب، يحسب لكل ما يخرج من فمه حسابا، ويزن كل كلمة تكتبها يده، ويقف في كلامه عن الناس عند حدود الحق. نعم، لا يسترسل مع خواطر النفس فيتزيد في الكلام إلى البهتان والافتراء وإلقاء التهم على الناس جزافا. نعم، لأن ذلك فجور. فالفجور أن يخرج المرء عن الحق عمدا، وأن يسيء إلى من أحسن إليه لمجرد خلاف. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فالفجور هو ضعف شخصية وقلة مروءة وصفاقة وجه ووقاحة وتعلق بالشهوات الدنيوية ونسيان للموت وانسياق وراء الإيحاءات الشيطانية. واعلموا أن الذي يعين على الفجور ويعين على الزور والبهتان لا يسعى في بناء وطنه
وإنما هو يهدم الأوطان وينشر الرذيلة، كمثل من تردى في بئر فهو لا ينتزع منها إلا بذنبه. نعم، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين، وأن يحفظ بلدنا مصر من كل مكروه وسوء. ونحن نقبل على مناسبة جليلة أثبت المصريون فيها بأنهم أصحاب إرادة قوية، إنها ثورة 30 من يونيو. نسألك يا ربنا أن تحفظ مصر من كل سوء، وأن تغدق عليها العطاء، وأن تحفظ قيادتها، وأن تجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين بقدرتك وعزتك يا أكرم الأكرمين. أيها الإخوة المؤمنون، أرى إخوانكم هنا وقد انتهوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا في انتظار سماع آية الذكر الحكيم حتى يقام للصلاة التي سيؤمنا فيها بمشيئة الله عز وجل قارئنا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، ومنه نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الله
سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أولم ير الإنسان خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين. إلهي مددنا أيدينا إليك ووجهنا وجهنا إليك وألجأنا ظهرنا إليك وفوضنا أمرنا كله إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك فارحمنا يا ذا الجلال والإكرام فهذا حالنا لا يخفى عليك
وهذا ضعفنا وفقرنا وذلنا ظاهر بين يديك، فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك. إلهي تقطعت بنا الأسباب إلا إليك، وأغلقت دوننا الأبواب إلا إليك، ولم يبق لنا سند ولا مدد ولا عون إلا أنت يا الله، فارحمنا رحمة تغننا بها عن رحمة من سواك، فلا رب لنا سواك فندعوه، ولا إله لنا غيرك فنرجوه، يا قريبا غير بعيد، ويا حاضرا لا يغيب، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل داء دواء ومن كل مرض شفاء، واجعل لنا مع العسر يسرا، وما ذلك عليك بعزيز يا أرحم الراحمين. اللهم كما رددت عن بيتك الحرام أصحاب الفيل، رد عن مصرنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين وعبث العابثين وطمع الطامعين وتربص المتربصين. اجعل مصر وأهلها في أمانك وضمانك وإحسانك إلى يوم الدين، ووفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على ذلك يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، آمين. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا الله تبارك وتعالى لصلاة ونقل فجر هذا اليوم المبارك الطيب من هنا من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة،
كان معنا إماما وقارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وكان معنا مبتهلا مبتهلنا الشيخ رفيق علي النكلاوي، ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة مهندس أشرف توفيق، لبيب عبد الهادي، هاني سليمان، وأحمد إمام، حتى يضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله تبارك وتعالى. هذه تحيات الزميل علي مسعود السهيد من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة، ومن مراقبة استوديو البرنامج العام الزميل رأفت موسى والزميل محمد محمود من أسرة المذيعين، وكنت معكم من أسرة مذيع البرنامج العام إسماعيل دويدار. الميكروفون يعود بكم إلى استوديوهاتنا هنا بمسبيرو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا عاد القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الثلاثاء الموافق للثامن عشر من شهر ذي القعدة من عام 1442 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق للتاسع والعشرين من يونيو من عام 2021 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،